اسمع الرجاء نورت بيتك ولك وين كنت مختفي الحمد لله على سلامتك سلم على امك رنا مالك لا تنسي مريشة ليش بتطلع علي هيك كأنك بتشوفني لأول مرة إنه هي أول مرة بشوفك سمعنا إنه رجع مصح من بعد ما تحرر ابني مثل الذهب أصح واحد بالخليل كلها أنا كتير خايفة على نسيم رجع شخص غريب ربيتك زي بنتي فمعناته أنت ونسيم مثل الإخوة هذا حرام عنا بالإسلام مش بتذكرني أنا سامر عمرك سمعت عن سجن إيلات؟ يمكن ما كان مسجون بالأصل لكن وين كان بالعشر سنين الماضيين؟ أنت بتعرف يا سامر شو بيصير للعملاء أبو إسماعيل أبو إسماعيل نسيم اللي أنا بعرفه من وإحنا صغار ولا يمكن يعمل هيك هاي مكانك ارجع لورا ارجع لورا نسيم يتغير هذا البيت لازم نستولوا عليه إشي بعيوني مختلف بعد شو بتعملوا يا عربي؟ كأنه مش يبني وعك تلمسني